بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، لا حد لغايته ولا أمد لنهايته، يفوق حمد الحامدين ويربو على شكر الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم أيها الإخوة والأبناء ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنها لفرصة سعيدة أن نلتقي في هذا المسجد الطاهر الشريف في قلب هذا الصرح العلمي وفي مطلع هذا العام الجامعي في ظلال العقيدة الحقة، مستلهمين من الله سبحانه وتعالى الرشد. وبهذه المناسبة الميمونة، فإني أهنئ أبناءنا الطلبة وبناتنا الطالبات بمطلع هذا العام الجامعي، سائلاً الله تبارك وتعالى التوفيق للكل لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يلهم الكل العلم النافع وأن يوفق الجميع للعمل الصالح، إنه ولي التوفيق. ودرسنا في هذه الليلة المباركة يرتبط بالدروس السابقة في موضوع العقيدة الحقة. وقد تحدثنا فيما سبق من الدروس عن الإيمان أولا، ثم عن الإسلام ثانيا، وبينا أن الإيمان الحق هو العقيدة التي يترجمها العمل الصالح، بحيث يكون العبد في أعماله كلها وفي معاملاته لبني جنسه منطلقا من منطلقات عقيدته، فتكون هذه الأعمال ترجمة لهذه العقيدة الحق. وتحدثنا عن الإسلام وبينا أن الإسلام الحق هو أن يسلم الإنسان جسمه وروحه وقلبه وعقله وفكره ووجدانه وضميره وغرائزه لله الواحد القهار، مستدلين لذلك بقول الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما أن الحجة التي تدل على ذلك أيضا أن الله عز وجل يقول لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فأمرهم أن يتقوه حق تقاته وأن لا يموتوا إلا على الإسلام، وفي نهيهم أن لا يموتوا وفي أمرهم أن لا يموتوا إلا على الإسلام، ما يدل على أن الإسلام المطلوب منهم هو أن يتقوا الله حق تقاته، كما سبق الأمر بذلك
في الجملة المعطوف عليها في هذه الآية الكريمة. وهذا بطبيعة الحال لا ينافي أن يقال لمن كانت أعماله مخلة بحقيقة إسلامه أو بحقيقة إيمانه مسلما ومؤمنا، فإن العرف العام الذي تترتب عليه أحكام خاصة بهذه الأمة يقتضي دخول من أقر بالله ورسوله ودان بالأركان الستة من أركان الإيمان في ضمن أعداد المسلمين، وإن كان منه إخلال بالأعمال التي تقتضيها عقيدته هذه، فيقال فلان مسلم وفلان من المسلمين، ما عن تصرفاته وأعماله تتنافى مع العقيدة التي يدين بها لله تعالى ربه. وكذلك قد يطلق لفظ الإيمان أو وصف الإيمان على من كان مخلا بالأعمال الصالحة التي تترجم الإيمان الحق، وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك، فإن الحق عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مع أن الاقتتال ما بين المؤمنين يتنافى مع صحة الإيمان الحق الذي هو الدينونة التامة بما فرض الله والقيام بما أوجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ولكن هذا الإطلاق إنما يدل على أن هذا الذي يصدر منه عمل من الأعمال يتنافى مع الإيمان الصحيح، لا يسلبه عمله وصف الإيمان مطلقا، بل يبقى فيه إيمان جزئي. هذا الإيمان الجزئي هو الذي تترتب عليه الأحكام في هذه الحياة الدنيا، كحرمة دمه وحرمة ماله وحرمة سبي ذريته، اللهم إلا أنه يحل دمه إن قتل النفس المحرمة بغير حق أو زنى بعد إحصان أو ارتد والعياذ بالله عن الإسلام. وكذلك الإسلام العرفي الذي تحدثنا عنه تترتب عليه هذه الأحكام، وهذا الإطلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا النوع من الناس أنهم من طائفة الإيمان أو أنهم من أهل الإيمان أو أنهم من المؤمنين لا ينافي أن الإيمان الخالص المطلوب الذي تترتب عليه السعادة في العقبة هو الإيمان الذي يترجمه العمل الصالح بحيث ينهنه نفس صاحبه عن الأعمال السيئة. فالله سبحانه وتعالى ذكر في آيات ما يدل على أن صاحب الإيمان قد لا يكسب في إيمانه خيرا،
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفي هذا ما يدل على أن بعض الناس يلبسون إيمانهم بظلم، أي يخلطون إيمانهم بظلم. وكون هذا لا ينافي ذلك، نظرا إلى أن هذا الإطلاق في القرآن الكريم إما أن يكون منظورا فيه إلى المدلول اللغوي للفظتي الإسلام والإيمان، والقرآن الكريم وإن كان نقل ألفاظا من مدلولها الشرعي من مدلولها اللغوي إلى مدلول الآخر الشرعي، فإنه قد يستعمل تلك الألفاظ نفسها في مدلولاتها اللغوية الأصلية. ومن ذلك قول الله تعالى فيما حكاه عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما. فالصوم الذي نذرته ليس هو الصوم الشرعي الذي هو الكف عن الأكل والشرب من مطلع الفجر إلى غروب الشمس، وإنما هو الصوم اللغوي الذي هو مطلق الكف. وقد فسره قوله سبحانه وتعالى فيما بعد ذلك، أي في خاتمة هذه الآية نفسها: فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك أطلق القرآن اسم الكفار على الزراع، يعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع. فالكفر كما سيأتي أصله التغطية، ومن أجل ذلك سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذر. والإيمان اللغوي هو مطلق التصديق، وهذا الذي يرتكب المنهيات هو مصدق، لم يخرجه ارتكابه هذه المنهيات عن كونه مصدقا لما فرض الله تعالى تصديقه. والإسلام هو مطلق الاستسلام، وهذا منه استسلام في الظاهر، بحيث قال في الظاهر لبعض الأعمال وإن لم يكن منقادا انقيادا كليا. فإطلاق وصف الإسلام وإطلاق وصف الإيمان على هذا الصنف من الناس إنما هو مبني على هذا الأساس، أو أنه منظور فيه إلى أن الإيمان هو في الحقيقة اعتقاد بالقلب، ولكن هذا الاعتقاد تصدر عنه ثمراته التي هي الاستقامة على منهج الحق. وهذا الذي خالف أوامر الله سبحانه وتعالى هو مصدق، مصدق بما فرض الله تعالى عليه تصديقه، فهو مؤمن إيمانا شرعيا ولغويا في آن واحد، من حيث إنه مصدق بالأمور الخاصة التي فرض الله تعالى عليه تصديقها، ومصدق بوجود الله، ومصدق بملائكة الله، ومصدق برسل الله، ومصدق بكتب الله، ومصدق باليوم الآخر، ومصدق بالقدر خيره وشره. فهو مؤمن بهذا الاعتبار، باعتبار التصديق الشرعي.
وإن كان هذا التصديق لم يتمكن تمكنا راسخا يرفعه إلى مستويات المؤمنين حقا بحيث تصدر عنه التصرفات والأعمال. ولئن كنا في الدروس السابقة تحدثنا عن الإيمان وتحدثنا عن الإسلام، فإننا الآن في هذا الدرس نشرع في الحديث عن نقيضهما وهو الكفر. ولا ريب أن الحديث عن الكفر حديث شائك لوجود الاختلاف الكبير بين طوائف الأمة في حقيقة الكفر الشرعي. ما هو الكفر؟ أي في الكفر في عرف الشرع، ما هو الكفر في عرف الشرع؟ الكفر من حيث المدلول اللغوي هو مطلق التغطية كما ذكرنا، ومنه قول الله تعالى يعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع. والشاعر يقول يعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوم غمامها، أي في ليلة ستر النجوم غمامها. ويقول الآخر ألقت ذكاء يمينها في كافري، أي ألقت الشمس يمينها في حاجب في ساتر وهو الأفق الذي يواريها. والمراد بإلقاء يمينها إلقاء نفسها، فالمراد بإلقاء ذكاء يمينها في كافر غروب الشمس. ومن حيث إن المنعم عليه عندما ينكر المنعم أو ينكر الصفات الكمالية في المنعم يكون بذلك كافرا لتلكم النعمة، وذلك من أعظم الكفران للنعم كان إنكار وجود الله سبحانه وتعالى أكفر الكفر، أي أعظم الكفر. فأعظم الكفر إنكار وجود الحق تبارك وتعالى، وكذلك إنكار صفاته الكمالية. فمن أنكر ملائكة الله سبحانه وتعالى كفر، لأنه أنكر كون الحق عز وجل خلق أولئك الملائكة. ومن أنكر كتب الله كفر أيضا لإنكاره أن يكون الحق عز وجل أنزل تلكم الكتب. ومن أنكر رسول من رسول الله أو رسل الله فقد كفر أيضا. وهكذا من أنكر كل ما علم من الدين بالضرورة. وهنا ننظر إلى الكفر، هل ينحصر في هذا الكفر العقدي فحسب، أو أنه يتناول ما هو أكثر من ذلك؟ ولننظر إلى الآثار التي تترتب على هذا الكفر. ما هي تلكم الآثار؟ فهناك آثار دنيوية وآثار أخروية. الكفر بطبيعة الحال يفصل الكافر
عن المجتمع المسلم أو عن الأمة المسلمة، فلا تكون بينه وبين الأمة المسلمة الصلة الحقيقية المطلوبة. قد يكون هذا الفصل فصلا كليا، وقد يكون هذا الفصل فصلا جزئيا. أما الفصل الكلي فهو ألا يكون بين هذا الكافر وبين هذه الأمة أي ربط، بحيث لا يكون له انتماء إليها. هذا الكفر عندنا لا يكون إلا في الكفر الذي هو كفر الإشراك بالله عز وجل، وما يتبع الإشراك بالله من إنكار ما علم من الدين بالضرورة، لأن ذلك كله مما يدخل في حقيقة الإشراك من حيث النظر إلى الحكم الشرعي. وإن كان اللفظ اللغوي للإشراك لا يتناول ذلك، لكن من حيث العرف الشرعي فإن إنكار كل ما علم من الدين بالضرورة يعد من الإشراك. وهنا انزلقت طائفة من الأمة فحكمت على كل من ارتكب كبيرة من الكبائر بهذا الكفر، أي كفر الإشراك، هذه الطائفة هي طائفة الخوارج على اختلاف فرقها من الأزارقة والنجدية والصفرية، وإنما هنالك شيء من الاختلاف فيما بينهم أنفسهم. أما الأزارقة فيرون أن عصيان الله تعالى أيا كان هو إشراك، صاحبه يشرك بالله ويكون في عداد الذين فصلوا عن هذه الأمة نهائيا، بحيث يستباح دمه وسبي ذريته وغنم ماله. وقد أفضى بهم الأمر إلى قتل الأطفال أنفسهم، لأنهم حكموا على أولاد المشركين بالشرك، فكانت فتنة رهيبة في هذه الأمة. والنجدية والصفرية هم دون ذلك، يقولون بأن الإشراك إنما يكون بارتكاب الكبيرة، أما ارتكاب الصغائر فلا يفضي إلى الإشراك. الأزارقة يقولون إن المعصية صغيرة كانت أم كبيرة هي شرك. والأزارقة يحتجون بقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، ونحو: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقولون إن الضلال البعيد هو الإشراك، وكذلك الضلال المبين. فكل من عصى الله ورسوله أي معصية كانت صغيرة أو كبيرة هو مشرك عندهم، لأنه ضل ضلالا بعيدا وضل ضلالا مبينا. وقد أجيب عن هذه الشبهة التي تشبثوا بها بأن الضلال البعيد والضلال المبين لا يستلزمان الإشراك، فإن الضلال هو مطلق الانحراف، فمن خرج عن الطريق
السوي الموصل إلى الغاية يقال ضل الطريق، أي زاغ عن الطريق. وكذلك الطاعة إن خرج عنها الإنسان ضل، ولا يعني ذلك أنه وقع في الإشراك. وأقوى حجة يواجه بها أولئك أن الله تبارك وتعالى شرع في بعض الكبائر التي حذر منها ونهى عنها حدودا هي دون القتل. من هذه الحدود حد الزاني البكر، فحده أن يجلد 100 جلدة بنص القرآن الكريم. ومن هذه الحدود حد السارق، فحده أن تقطع يده، وذلك أيضا بنص القرآن الكريم. ومن هذه الحدود حد القاذف الذي يقذف المحصنات، فحده أن يجلد 80 جلدة، وذلك أيضا بنص القرآن الكريم. ومن هذه الحدود حد الشارب أي الذي يشرب الخمر، فإن حده الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جلد 40، ورأت الأمة بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أن يرفع هذا الجلد إلى 80 لما يترتب على شرب الخمر من الهذيان الذي يؤدي إلى القذف غالبا، وذلك عندما أكثر الناس من شرب الخمر فرأوا في هذه العقوبة ردعا للناس، كما دل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم. فهذه العقوبات على جرائم تعد كبائر، لأنها يترتب عليها الوعيد، فقد جاء الوعيد على الزنا بنص الكتاب العزيز، وجاء الوعيد على الخمر بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الوعيد على مطلق الكبائر، فيدخل في ذلك قذف المحصنات، ويدخل في ذلك وتدخل في ذلك السرقة. ولكن مع ذلك ما كانت العقوبة تفضي إلى سفك دماء هؤلاء وإزهاق أرواحهم، ولئن كان الأمر في الكبائر التي ترتبت عليها الحدود فكيف بالكبائر التي لم تترتب عليها الحدود؟ ولئن كان هذا في الكبائر فكيف بالصغائر؟ كيف تكون الصغائر في عداد الإشراك؟ مع أن الصغائر لا يترتب عليها ما يترتب على الكبائر، والله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكيف تكون الصغائر مع الكبائر كلها إشراكا ويترتب عليها ما يترتب على الإشراك المجمع عليه من سفك الدماء وغنم الأموال وسبي الذرية؟ هذا أمر عجيب. ثم إن هؤلاء الأزارقة وإخوانهم الصفرية والنجدية استدلوا أيضا بأدلة أخرى لما ذهبوا إليه،
استدلوا بأن مقارفة الكبيرة الشرك بقول الله تبارك وتعالى عندما حذر المسلمين من متابعة المشركين فقال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والآية نزلت كما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لسبب، والسبب هو أن المشركين كانوا يحتجون على المسلمين فيقولون لهم أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، أي أنأكل ما ذبحنا بأنفسنا ولا نأكل الميتة التي قتلها الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فتعلقت الأزارقة والصفرية والنجدية ومن معهم من الخوارج بهذه الشبهة وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال إن أطعناهم فنحن مشركون، فمعنى ذلك إذن من أكل الميتة فهو مشرك. وقد أجيب بأن المشركين ما اكتفوا أن يدعو المؤمنين إلى أكل الميتة بل أرادوا أن يلبسوا عليهم دينهم ويورثوهم شبهة فيه حتى يستحلوا الميتة من خلال هذا التشبث بهذه الشبهة أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. فمن أطاعهم في استحلال الميتة فقد رد حكما من أحكام الله، ومن رد حكما من أحكام الله الذي ورد به دليل قطعي بحيث كان نصا صريحا وكان متواترا فقد أنكر ما علم من الدين بالضرورة، ومن أنكر ما علم من الدين بالضرورة فهو لا ريب مشرك بحيث إنه يخرج من ملة الإسلام نهائيا. وتعلقوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى وهل نجازي إلا الكفور، قال الكفور فعول، وفعول للمبالغة، صيغة فعول تفيد المبالغة، فذلك إذن هو الشرك الكفر الملي. وقد أجيب بأن الكفر هنا ليس هو الكفر الملي وإنما هو كفر النعمة، وإن كانوا هم لا يعترفون بكفر النعمة لكن الأدلة الشرعية تدل